أسامة ياسين، جيت من سوريا بشتغل بالحفر على الخشب أو النحت على الخشب. لاحظت إنه بديترويت عموما يعني إنه ناس كتير قلال بيشتغلوا بهالمهنة. يعني بلش بال 98 لل 2011 تقريبا، لحتى صارت الحرب الأهلية عندنا بالبلد. وبعد الحرب الأهلية اضطرينا كلياتنا ننزح على تركيا يعني. وبتركيا واجهتنا حياة كان ما سهلة، كان كتير صعبة، خصوصي زوجتي وأطفالي كانوا بسوريا. كان حياة صعبة ما سهلة، خصوصي أنت لاجئ غير لغة وغير حكومة وغير دولة. بال 2016 جيت على أمريكا، والحمد لله جيت على البلد اللي فرصه كثيرة، بس اللي كل مجتهد النصيب يعني. My name is Rania Khalil. I came to the United States in 2009. I pursued a master's degree in entrepreneurship and interdisciplinary design at the College for Creative Studies. After that, I was very interested in entrepreneurship. I was volunteering at that time at Freedom House, and when I approached them, they talked to me about ProsperUS. The cohort that I was teaching was refugees from Syria. They were very excited. Most of them were very eager to learn. Many of them had already had businesses in Syria, but they didn't know how to open a business in the United States. ProsperUS offered a wonderful training program for that. Osama was one of the most serious people that were in that group. He was very excited and he had a plan. He knew what he wanted. لما حضرت الصفوف وقريت الكتب اللي موجودة بالمنهج تبع الخاص ببرسبرس، شفت إن الأشياء اللي بتكملني موجودة كانت فيها. After taking the whole program, having built a strong business plan, having all the support from ProsperUS, he had the courage to apply for a loan. He got the loan. From that point on, he had opened his business and now he's very successful. بفضل هذا اللون الأعمال كبرت. قبل اللون يعني الراتب اللي كنت أخذه يا دوب أدفع أجاري، أدفع البلاد الفواتير الخاصة فيني. أحب أوجه للأخوة اللي عندهم مشاريع براسهم وأفكار، أنه هالبلد مفتوحة للجميع. يعني حسيت أثبت مسا يعني بأول الطريق، بس إن شاء الله المستقبل كبير قدامنا يعني. ولا تخافوا، الموضوع كتير سهل. وأنا بتمنى أكون روسلين فرنتشر، اسم علامة بديترويت، يعني بتعمل فرق ولو بسيط بديترويت، لأني أنا